الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارض عنا أجمعين. إخوة الإيمان، أرحب بكم وبفضيلة الشيخ حسن أبو العزم. شيخنا، نبدأ بأول سؤال إن شاء الله. سائلة تسأل: هل يجوز أن أخرج الفدية طعاما كأن أفطر إنسان فقير كل يوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في الفدية أنها طعام لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالأصل أن تخرج طعام، ولا مانع أن يخرج القيمة، وهي القيمة النقدية، الأموال، أو ما فيه مصلحة الفقير، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا أخرج الطعام فأجزأ، وذلك الأصل. وإذا أخرج القيمة يعني فلوس نقدية فأجزأ أيضا ولا بأس به، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. هل كل مسلم توفي بسبب فيروس كورونا يعتبر شهيدا أم هناك اعتبارات أخرى؟ إن شاء الله تعالى نرجو له الشهادة من وجهين: أنه إذا اعتبرناه وباء عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه الطاعون فرضي بذلك صابرا محتسبا فله أجر شهيد، على اعتبار أن الطاعون ليس وصفا للمرض، إنما هو الوباء العام. وأيضا باعتبار آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقتول في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والميت تحت الهدم شهيد، والسل شهيد. ومعلوم أن السل هو تقرحات تصيب الرئة والعياذ بالله، ويموت بسببها الإنسان قبل أن يكتشفوا علاجا له. ومعلوم أيضا أن فيروس كورونا هو نوع من هذه التقرحات أو الالتهاب الشديد الذي يلتصق به الفيروس بالرئتين ويسبب إلى إتلافها ويؤدي إلى الوفاة. فهذا منصوص عليه نصا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السل شهادة. فكل من مات بالتهاب الصدر أو بتقرحات الرئتين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك شهادة، غير أننا لا نجزم لأحد معين بأنه شهيد أو بأنه منتقل في رحمة الله إلا من جاء فيه النص. لذلك يستحب أن نقول: فلان مات بالكورونا فهو شهيد إن شاء الله، أو هو شهيد بإذن الله. فلان مات على الصلاح والإيمان نرجو له الجنة إن شاء الله. ولا يمكن أن نحكم على معين بالجنة أو بالنار إلا من جاء فيه الدليل أو النص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة بن عبيدة، إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة، وغيرهم من الصحابة الذين بشروا. وأيضا من جاء فيه النص بأنه في النار كقول الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقوله: تبت يد أبي لهب وتب، إلى غير ذلك أيضا من الآيات التي تدل على أنهم في النار. فإن شاء الله من مات بالكورونا نرجو له الشهادة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. سائلة تسأل: كبرنا بعبارات سيعذبك الله، ستدخل جهنم لكل خطأ حتى ولو يسير، كيف أعلم أبنائي استشعار الخوف من الله دون أن أنفرهم من الدين؟ طيب، هذا السؤال لمصلحة الناس لابد أن نجيب عنه من جهتين. قبل ما أرد على النقطة اللي أثرتها أختنا، هذه العبارات التي تثار بين الناس، يعني ممكن واحد يقول إيه، يقول للتاني يخرب بيتك، أو ربنا يدخلك، أبدا أنت هتتعذب كده باللي أنت بتعمله. هذا الكلام له دلالتان في الشرع. إذا كان على سبيل العرف إنه كلام يقصد به المبالغة والتفخيم وتعظيم الأمر والتهويل،
فهذا أمر معفو عنه والأصل الابتعاد عنه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ومعنى تربت يداك افتقرت والتصقت بالتراب من شدة الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ومعنى ثكلتك أمك يعني افتقدتك وبكت عليك أو نحت عليك. فكل هذه العبارات إذا كانت على المعنى العرفي فإنها لا دعاء في الحقيقة، لا تعتبر دعاء، والأفضل كذلك الابتعاد عنها، لأن من آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه خشي من مثل هذه الكلمات، فقال: اللهم كل مسلم دعوت عليه دعوة فاجعلها له كفارة في الآخرة. فالأصل البعد عن مثل هذه الأمور، لكن معفو عنها إذا كانت على المعنى العرفي. فده الأمر اللي احنا نشأنا عليه، الأولى البعد عنه. طيب، كيف أرغب ابني في الدين من غير أن أخوفه؟ الأصل يا أخوانا إن في مراتب تغيير المنكر، وهي تشمل الترغيب أولا ثم الترهيب، وهو الوعظ والتذكير باللطف واللين، ثم بعد ذلك التوبيخ بالشدة في الكلام، ثم بعد ذلك الزجر، ثم بعد ذلك يكون الترهيب. وكل هذه الأحوال الثلاثة لا ينتقل منها إلى من الترغيب إلى الترهيب مباشرة. فالأولاد قلوبهم رقيقة ودايما يميلوا إلى جانب الترغيب، فالأولى إن احنا نذكر لهم الثواب والأجر المتحصل على فعل شيء. لو سمعت كلام بابا وماما ربنا يحبك ويدخلك الجنة، لو بريت والديك هيبقى ليك في الجنة كذا وكذا، لو حفظت القرآن أو الآية دي هتلبس تاج الوقار، اللؤلؤة فيه خير من الدنيا وما فيها، وهتبقى سبب إن بابا وماما يلبسوا حلة الكرامة ويتشرفوا بك يوم القيامة إلى آخره. فالأصل ألا تستعمل عبارات الترهيب إلا بعد نفاذ محاولات الترغيب أولا. وغالبا الأولاد قبل فترة المراهقة بيميلوا إلى جانب الترغيب وبيكتفى معهم جانب الترغيب في فترة المراهقة، لأن بتبقى فترة عنيدة شوية الأولاد فيها، يعني تتصف بالعنف، فممكن نتدرج معهم ترغيب باللطف والوعظ والتذكير 3 مرات، ثم بعد ذلك بنوع من الشدة في الكلام والتوبيخ، ثم بعد ذلك بنوع من الزجر، ثم بعد ذلك إذا لم تنفع هذه المحاولات نستخدم الترهيب بعبارات أقل. هذا هو الترتيب الطبيعي في تغيير المنكر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. أم محمد تسأل: What is the ruling on an able-bodied adult man who does not fast, and what is his punishment in this world? ما الحكم؟ ما حكم الرجل القادر البالغ الذي لا يصوم، وما هو حكمه في الدنيا، وما هو الحكم أو ما عقوبته في الدنيا؟ الذي لا يصوم وهو قادر على الصيام، بمعنى أنه مقيم صحيح مسلم بالغ عاقل، فهذا الصيام حقه في واجب في حقه، وترك الصيام مرتكب كبيرة من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أنه قد أتاني رجلين فأخذ بضبعي حتى انطلق بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. قلت: إني لا أطيقه. قال: إنا سنسهله عليك. فصعدنا حتى إذا كنا في سواء الجبل سمعت أصوات عواء، يعني صراخ، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هذا عواء أهل النار، وإذا أنا بأقوام معلقة بعراقي بهم، مشقوقة أشداقهم، تشخب أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يصومون يفطرون قبل تحلة الصوم، يعني أنهم يتركون الصوم ولا يصومون، فهذا عذابهم في الآخرة والعياذ بالله. وعذابهم في الدنيا أنهم مرتكبون كبيرة، وأن عليهم دين لله عز وجل. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الأيام التي، قال: إن أمي نذرت أن تصوم كذا وكذا ثم ماتت ولم تفعل، أفأصم عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليك دين أيجب أن يؤدى؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. فهذا دين بين العبد وبين ربه يجب أن يؤديه ولا يسقط بحال.
فهو يجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان عمدا إذا كان مستطيعا على الصيام، لا كفارة له إلا ذلك في حق المستطيع القادر على الصيام. وهو قد ارتكب كبيرة عظيمة تستلزم التوبة النصوح والإكثار من العمل الصالح، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث مختلف فيه بين التصحيح والتضعيف، من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه. يعني اليوم من رمضان العمر كله ما كفيش في قضائه، لكن فقط يسقط الفرض عن الذمة، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وأداء وقضاء ما عليه من أيام فطرها عمدا. نسأل الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل ويغفر لنا وله أجمعين، آمين. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عادل من على الفيسبوك يسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت في المستشفى للعلاج ووجدت خارج المستشفى بمعنى سايد وولك، يعني على الشارع بتاع المستشفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل. كنت في المستشفى للعلاج ووجدت خارج المستشفى بمعنى في سايد ووك، يعني على الممر أو أظن يقصد الرصيف الذي أمام المستشفى، بس لكن أنا أظن أنه يقصد الحديقة أو الربيع جنب المستشفى. جذور للنعناع، وأخذت منها أكثر من 3 جذور وزرعتها في الباكيارد، يعني على حديقتي في البيت، ووضعت منه في الشاي، ورفض زوجتي شرب الشاي عندما علمت أنه من النهمات الذي أحضرته، هل ذلك حرام أم لا؟ طيب، الأصل أنه إذا مر أحد ببستان أحد وقد يعني حد عنده بستان زرعه، زرع فيه فواكه، زرع فيه شيء يصح أن يؤكل، وقد غلبك الجوع، فالأصل أن تأخذ من هذا بعد أن تنادي 3: يا صاحب البستان، يا صاحب البستان، يا صاحب البستان. فإن أجابك أحد فاستأذنه وكل، وإن لم يجبك لك أن تأكل من غير أن تدخر. هذا هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنا ماشي في شارع وجدت شجرة فيها فواكه عجبتني، فنادي 3 مرات يا صاحب الشجرة بصوت عالي، يعني كأني أسمع صاحب هذا المكان. فإن أجاب أستأذن وآكل، أقول له لو سمحت ممكن أخذ هذا، إن لم يجب خلاص آكل بالقدر الذي يسد جوعي، وليس لي أن أخذ منه شيئا وأدخره، يعني ماليش أن أنا أدخر منه شيء لنفسي وأحمله إلى البيت. هذا إذا كان معنى البستان خاص في ملكية خاصة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا كتب الله له به بكل من أكل وكل طير وقف عليه وكل ما أصابت منه الأرض من بذر له حسنة. أتخيل أنت لما تزرع شجرة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيحثنا على الزراعة، وهذا الحديث فضل في فضل الزراعة، إن حتى الثمرة اللي بتسقط بعد نضجها وتقع على الأرض والحب بتاعها يطلع وتقبله الأرض وتطلع بيه شجرة تانية، ليك بكل ثمرة تطلع بعد كده حسنة، وكل طير وقف على هذه الثمرة فنقر منها وأطعم لك حسنة، وكل من مر وأخذ ليسد جوعه لك بذلك حسنة. كل ده في الإيه؟ في إذا كان الملكية خاصة. أما إذا كانت الملكية عامة فهو مشاع بين المؤمنين، لا بأس بذلك. فإذا كان النعناع اللي زرع في اليارد تبع المستشفى، هذه المستشفى تقول كده اعتباراً للناس إن الأمر ده عام، يعني ليس هناك أحد ضابط ولا رابط ولا يرجى التكسب من وراء النعناع اللي طالع، إنما من أراد أن يأخذ، وهذا الأمر يمكن أن يدل عليه بالعرف. وأظن إذا كان مستشفى ولها يارد وهي مستشفى عامة لخدمة الناس جميعاً، فما نبت فيها طالما بالعرف كده المتفق عليه هنا والمعروف إن ده أمر لا يخضع لملكية خاصة، وبالتالي لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. فهذا هو الضابط في المسألة. وبالتالي يعني لا بأس طالما إنه من ملكية عامة مشاع بين الناس أن يأخذ من النعناع وبالقدر الذي لا يمنع منه الآخرين، يعني لا يحوز الشيء كله لنفسه
وبالتالي لأن هذه ملكية عامة، فإذا كانت ملكية خاصة حرم إلا بالاستئذان أو أن يأكل في مكانه من غير أن يحمل شيئا إلى البيت. هو ده الضابط بين الملكية العامة والملكية الخاصة. والله أعلم. أخونا محمد إبراهيم يسأل: تربت يداك في حديث فاظفر بذات الدين، تربت يداك، على ظاهرها تعني أن الذي ظفر بذات الدين هو الذي فاز بالخير؟ هذه إحدى التأويلات أو إحدى تفسيرات شراح الحديث. نعم، فتربت يداك إما معناها من التربية والإماء وزيادة الخير على أحد الأقوال، وإما المعنى الشائع الظاهر في أصل الدعاء، لأنها تقال تربت يداك في لغة العرب، هكذا كلام يقال على سبيل اللغة، معناها افتقرت وصارت إلى التراب والتصقت إلى بالتراب من شدة الفقر. فهذا أصل وضعها، يعني هي أصلا وضعت للدعاء، فكلتك أمك، تربت يداك، تربت يمينك، إلى غيرها من هذه الأمور. فهي الأصل دعاء، لكنه نزل عرفا إلى منزلة المبالغة في الكلام، ولم يقصد به عين الدعاء. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سائلة لها سؤال على أحد الأسئلة التي طرحت عليك أمس، سأعيد السؤال للمتابعين إن شاء الله. ما حكم المنتجات التي يدخل في تحضيرها مواد تحتوي على كحول، مثل إضافة كحول إلى صلصة الطماطم المكرونة أو إلى بعض أنواع الشوكولاتة، وهي كمية قليلة جدا لا تسكر تماما. فالسائلة تسأل: هل من باب ترك الشبهات الأولى عدم أكل هذا النوع من الطعام؟ وهل لو اشتريت الخمر بغرض الطبخ ألا أخالف قول الله تعالى باجتنابه؟ كويس. طيب خلينا نختصر الإجابة بسرعة جدا. احنا قلنا امبارح ان هناك هنا شائع في هذه البلاد ما يسمى الكوكوين، وتوصيف الكوكوين في الشرع انه فليفر معينة متدوبة في كحول، بتوضع على البيتزا أو بتوضع على الستيك أو ما شابه، بمجرد ما بتوضع بيتبخر الكحول ولا يبقى من أثره شيء، وتلتصق الفليفر نفسها بهذه القطع. فالسؤال الآن، إذا قدم لي، هو ده السؤال اللي ينبغي أن يسأل، إذا قدم لي هذا الأمر على هذا النحو، آكل ولا لا آكل؟ نقول ليس بحرام أصلا أن تأكل. لماذا؟ لأن هناك قاعدة اسمها استهلاك الخمر أو الاستحالة، والاستحالة أو الاستهلاك معناه أنه لم يبقى شيء من الكحول، استهلك يعني تبخر، وبالتالي لا يوجد في هذا الطعام شيء محرم، أو إنها تحولت، اختلطت بغيرها فحولتها في اللون والطعم والريحة من صفتها الكيميائية إلى صفة أخرى لا يصدق عليها وصف الكحول، وبالتالي هي ليست بخمر أصلا. وضربنا مثال على ذلك الخل، فالخل ما هو إلا كحول، ما هو إلا خمر جاوزت مدة التخمر فتحولت ففقدت إسكارها فصارت حلالا. فهذه القاعدة سماها الفقهاء في كتبهم الخمر المستهلكة أو استحالة الأشياء. ومثله، عشان أنا شفت برضو سؤال بيتكلم عن الجيلاتين المصنع في الأدوية، وبالتالي الجيلاتين لما سألنا بعض أهل التخصص من علماء الفارماسي قالوا إن الجيلاتين المستقطع هذا بيعاد صياغته كيميائيا وبتعاد معالجته كيميائيا بحيث أنه يفقد كل خواصه بعد كده، فهذا لا بأس به عند استعماله في الدواء أو ما شابه. كذلك أكثر المجامع الفقهية في الدواء المشتمل على نسبة ضئيلة جدا من الكحول لإذابة بعض المستحضرات الكيميائية في الدواء الفعالة التي لا تذوب إلا بذلك لا بأس بها، لأن الكحول بيتحول من صورته الحقيقية إلى صورة أخرى فقد فيها علة التحريم. وعلة تحريم الكحول أو الخمر هو على خلاف، إما أن يكون النجاسة وإما أن يكون الإسكار. والراجح من الذي عليه الجمهور أن الخمر ليست بنجسة، إنما المقصود بنجاستها نجاسة معنوية، يعني فعل حرام لا تفعله. وأما علة الإسكار فيها فإذا تغيرت صفتها
بحيث أنها فقدت علة الإسكار وتغير اللون والطعم والرائحة، يعني خرجت من خواصها الفيزيقية إلى خواص أخرى لا يصدق عليها اسم الخمر أصلا أو الكحول، وبالتالي لم تكن محرما كالخل، وهذا أوضح مثال كما وضحنا. إذن الأصل الشبهة، الأصل إن احنا نتورع، طبعا ما فيش مشاكل إن احنا نتورع، لكن هناك فرق. ما حكم الورع في الشرع؟ هل الورع هو واجب وهو حد الحلال والحرام، أم الورع مستحب؟ الورع مستحب، لكن الواجب هو حد الحلال والحرام. فعلينا أن نبين للناس أولا حد الحلال والحرام، ما يفعله حلالا وحراما، ثم بعد ذلك ونقول والأفضل لك لو تورعت فذلك خير، من غير إلزام، لأن الورع ليس بواجب، إنما الورع مستحب. فهذا هو حد الحلال والحرام في المسألة. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، أن نتورع فذلك خير، ذلك خير. طيب الشق الثاني من السؤال، إن أنا أروح أشتري الخمر إن أنا أروح أشتري الخمر حتى أطبخ بها، ما إحنا الأصل إن الخمر لا يطبخ بها، وإن هذه أطلق عليها الكوك واين كده اعتبارا يعني، وليس هي الخمر التي تشرب، إنما هي معدة بشكل معين إنها تستعمل في الطبخ على هذا النحو، فتركها أولى قطعا. ومن ذهب إليها بقصد شربها مع بقاء الكحول فيها فقد ذهب إلى محرم وارتكب محرما وأتى شرب الخمر الذي هو من الكبائر. لكن نحن نتكلم على شيء شائع هنا، بعض الناس بيقولوا عايز أخش المطعم ده أو أروح أكل من الشكل الفلاني، لكنه أو المحل الفلاني بتاع البيتزا، أو واحد يفتح محل بيتزا أو محل ستيك ويقول لي لو استعملنا مثل هذه الأمور في هذا الغرض بذاته، الكوكوين للطبخ بهذه الحالة، فهذا لا نستطيع أن نحرمه إذا كان في هذه الحالة بعينها لزوال اسم الخمر من الموضوع باستهلاكها أو باستحالتها، يعني تحولها إلى صيغة أخرى، والله تعالى أعلم. طيب سأستسمح منكم إخواتي أخواني، هناك أسئلة في الموضوع، سأتخطى أسئلتكم ثم أعود لها فيما بعد إن شاء الله. أخ يقول السلام عليكم، وإذا كان يحتوي على الخنزير مثل السمن وبعض أنواعه؟ لا يوجد هنا سمن يحتوي على الخنزير. أنا إحنا أول ما جينا هذه البلاد كان الموضوع ده عامل لنا قلق شوية، وكنت دايما أنا بخاف من موضوع الهرمونز والإنزيمز، لأنه بيقولوا إن المنفحة التي تستعمل في صناعة الجبن والسمن بتستخلص من الخنزير. وأنا تواصلت مع كبرى الشركات اللي هنا زي ماركت باسكت وستوبن شوب وريستوران ديبو، وأكدوا لي إن كل أنواع الجبن أو السمن المنفحة أو اسمها إيه؟ المنفحة أو يعني الهرمونز أو الإنزيمز اللي بتستخدم منها من الحيوان اللي بيستخرجوا منه اللبن، ومعظم الحيوان اللي بيستخرجوا منها الألبان هنا هي البقر. فأنت لما تيجي تشتري سمنة أو زبدة تلاقي عليه صورة البقرة، فثق تماما أن الإنزيمز المستخدمة في هذه الجبن، إما جبن الماعز أو جبن الكباش أو جبن البقر، الإنزيم المستخدمة فيها من الحيوان الذي استخرج منه اللبن وهو البقر، وبالتالي لا بأس. أما الذي شاع استخدام الخنزير فيه فهو الجيلاتين. ولما تواصلت مع بعض إخواننا ومنهم الدكتور أحمد صالح اللي هو بيعطينا المقراءة في الفجر، فالدكتور أحمد صالح هو دكتور واخد الدكتوراه بتاعته في علم الأدوية أصلا في تصنيع الأدوية، فهو دكتوراه في الفارماسي. فسأل هو اللي سألني هذا السؤال، فقلت له يا دكتور أحمد في التركيب الكيميائي عندكم لما تاخدوا هذا الجيلاتين حتى تعدوه لأنه تضيفوا عليه المواد الكيميائية، المعالجة الكيميائية بتغير صفاته؟ قال لي بيتغير كليا وجزئيا، بيتحول لصورة تانية خالص، بيفقد فيها الصفات الفيزيقية، اللون والطعم والرائحة، وبالتالي هذا هو معنى الاستحالة، يعني التحول من الصورة المحرمة إلى صورة أخرى فقدت فيها علة التحريم. والذي عليه المجامع أيضا الفقهية في زماننا أن الجيلاتين المستخدم في صناعة الأدوية بمعالجته الكيميائية يفقد كل خواصه المحرمة، وبالتالي يجوز تناوله لأن لا يصدق عليه لفظ خنزير، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. معنا أخونا
حسن جولوس على الزوم. تفضل حسن. السلام عليكم. أنا سمعتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعتك دلوقتي وأنت بتقول إن الإنسان ممكن يدخل على بستان خاص ويأخذ ما يعني يستأذن وإن أذن له يعني ممكن يأكل، وإن لم يؤذن له ممكن يأخذ ما يكفيه. يأكل ما يسد جوعه من غير أن يدخر. يأكل ما يسد جوعه، متفق معاك. بس حبيت بس أوضح لحضرتك نقطة ممكن تكون مش أخذ بالك منها، إن يوجد قانون اللي هو ترانسباسين في هذه البلاد. يعني أنا حدودي لو حتى هي 2 متر أو 10 متر، إذا أنت تخطيتها لأي سبب من الأسباب فأنت بتخترق القانون. أنا بس حبيت إن أنا يعني أضيف الجزئية دي، ممكن ما تكونش، ممكن في بلادنا القانون ده غير موجود، بس القانون ده موجود هنا وبيؤخذ به. يعني أنا ما أقدرش أدخل الدرايف واي بتاع حضرتك مثلا لأني ريزن إلا أنت ممكن يعني اختراق القانون يعني. طيب جزاك الله خيرا يا حاج حسن، فعلا لأن القانون إذا تدخل القانون في هذه الأمور اللي هي حكمها في الشرع الإباحة فنظمها بشكل يحافظ فيه على الملكية الخاصة، تحول الحكم من الإباحة إلى ما يخضع إليه، إلى ما يخضعه القانون. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا كان أصل الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي يا صاحب البستان أو يا صاحب الحائط 3، فإن أجابه وإلا فليأكل. وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجاب، يعني ينادي 3 أيضا، فإن أجاب وإلا شرب. هذا إذا كان الناس، يعني هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد بن ماجه له اعتبار بشرط ألا يعتدي أحد على أحد. فإذا كان القانون دخل لينظم عدم الاعتداء على الملكية الخاصة، عدل عن هذا الحكم من كونه جائزا إلى ما ألزم به الحاكم من قانون. وإحنا ضربنا أمثلة قبل ذلك إن القوانين التي يسنها الحاكم تخضع للشرع، بمعنى إن يبقى يدخل فيها حكم الشرع بمعنى الوجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. فإذا قلنا مثلا إن الحاكم قال لو عديت الإشارة الحمراء هتدفع غرامة $150، يبقى الغرامة دي يجب أنك تدفعها، وهذا ليس من باب أكل أموال الناس بالباطل، بل هو واجب عليك دفعها إلى آخره، لأن تقديم المصلحة العامة في الشرع مقدم على المصلحة الخاصة. فجزاك الله خيرا على هذه الإضافة، وبهذا ينتقل الأمر من حكم أصل الحكم فيه كذا، لكن إذا كان معمول فيه بنوترا سباسين نوتس هنا إن إحنا ممنوع المرور، فوجب عدم المرور إلا بإذن صاحب هذا الأمر عملا بالقانون. الله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. السلام عليكم. شربت الماء ظنا بي أنه لم يؤذن بعد، ثم اكتشفت آذان الفجر بعد 4 دقائق، هل صيامي مقبول؟ يعني هو شرب بعد أن أذن للفجر ب4 دقائق، كان يظن أن لسه الأذان لم يؤذن. نعم. طيب، هو القاعدة في ذلك حديث ابن عباس: كل ما شئت واشرب ما شئت ما تشك، يعني أو ما سرت في شك من عدم طلوع الفجر. ف4 دقائق في زماننا يعني المعمول بيها دقيقة أو دقيقتين أو دقيقتين على الأكثر، على أحد على كلام معظم مشايخنا هنا في زماننا، خاصة في توقيت أمريكا، إن معظم المواقيت هنا توافق المواقيت الصحيحة، إلا بالاختلاف بين التطبيقات دقيقة أو دقيقتين على الأكثر. فإذا كان الأمر مختلف فيه بين دقيقة ودقيقتين فإحنا بنفتي بإن لا بأس، إنما أكثر من ذلك فلا أدري صراحة. 4 دقائق لا ليس عندي جواب، لا أستطيع أن أجزم كانت هذه فترة شك ولا هذه فترة جزم.
فأرجو أن تسأل معي شيخا آخر حتى تطمئن النفس إلى الجواب. فأنا حقيقة لا أدري، والله أعلم، مش قادر أجزم إن كانت دي فترة شك ولا فترة جزم. فاسأل شيخا آخر، فإذا اعتبر أن هذه الفترة فترة جزم فبلغني حتى كمان إيه يعني نستأنس بالقول فنفتي بذلك، والله تعالى أعلم. تعقيب شيخنا، دائما كنت أعتقد أن لو شربنا الماء يعني نسيانا في النهار يعني في وسط رمضان يعني في وسط اليوم يعني الظهر أو بعد الظهر نسيانا يعني أثناء القيادة مثلا والمية ده هو ده نسيانا، لأن أنت بالطبع حررت نية الصيام، فالنسيان لا يقدح في النية المعقودة ابتداء. أنت أصلا بيضت الصيام من الليل وخلاص استقبلت يومك صائما، فالنسيان لا يقدح في اليقين ولا ينقضه تمام. إنما اللي بيبقى منتظر قبل الأذان ده حتى يشرب، بيبقى مستني يشرب ويقول خلاص بقى نويت الإيه، نويت الإمساك يعني أو الصيام، فهو بيبقى لسه منتظر، لسه لم ركن النية لم يتحقق من تبييت نية الصيام حتى يشرب ويقول خلاص كده بقى أنا إيه خلاص نويت الإمساك. فهي الإشكالية إنه دخل في النية يعني عقد النية بعد دخول الوقت، زي بالظبط كده أنت في الصلاة تقول نويت أصلي صلاة العصر الله أكبر، وأنت في الركعة الثالثة أو الرابعة تلاقي الأذان لسه بيأذن، فهذه الصلاة غير معقودة لأن شرط الصلاة دخول الوقت، وبالتالي الصلاة صارت باطلة، لابد من دخول الوقت حتى. فهنا في الصيام لابد من تبييت النية، وده ركن في الصوم، قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. فإذا بيت النية بعد أن دخل الوقت أصلا فهو ده بقى إيه الحكم. إذا كان الوقت ده معتبر بمعنى أن ده الوقت الصادق الفجر الصادق، فيبقى خلاص يبقى هو أصاب الفجر الصادق يبقى صيامه صحيح. إذا كان بعد الفجر الصادق فيبقى نوى وعقد النية وجزم بها بالإمساك بعد دخول الوقت أصلا، وبالتالي فقد ركنا من أركان الصيام. فهذا هو الإشكالية في مثل هذه الأمور. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله فيك. ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ وهل الابتلاء يكون للمسلم فقط؟ العقوبة نوع من الابتلاء، ولكن الابتلاء في حقه تبارك وتعالى له مضان ثلاث لا يمكن لأحد أن يجزم بواحدة منها. فالابتلاء هو إما أن يكون تكفيرا للسيئات أو رفعة للدرجات أو تخليصا لمظالم كانت في الدنيا. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى ولا ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا دليل على أن الابتلاءات تكون تكفير للذنوب، وأيضا قد يكون الابتلاء رفع للدرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لتكتب له المنزلة في الجنة فلا يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة، فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يبلغه إياها يرفع إلى هذه الدرجة، أو أن تكون عقوبة له في الدنيا بدلا من الآخرة كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب قد مرض حتى صار مثل الفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تدعو بشيء؟ قال أجل، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي فعجله لي في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيق، هل لا قلت اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة؟ وفي رواية قال هل لا قلت اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فكل مكروه يقع للإنسان هو إحدى ثلاث، إما أن يكون رفعة لدرجة لم يبلغها في الجنة، أو تكفيرا لذنوب أو سيئات حصلت معه في الدنيا، أو تعجيلا لعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. لا يستطيع أحد أن يجزم هل هذا عقوبة، هل هذا رفعة، هل هذا كفر. لكن الإمام ابن سيرين يقول الصالحون يعرفون من أين يؤتون، يعني الإنسان إذا كانت بينه وبين ربه علاقة بيقدر يخمن وبيقدر يعرف إذا كان اللي حصل له ده عقوبة فإذ ذنب الذي استوجب هذه العقوبة، فيبادر بالتوبة ويبادر بإصلاح نفسه من هذا الذنب.
وإذا كانت رفعة للدرجات بيقابل هذا بالرضا والتسليم لقضاء الله عز وجل، وإذا كانت عقوبة معجلة تحلل من المظالم إلى غير هذه الأمور. وعلى كل، فالأصل أن كل ابتلاء لابد أن نحدث له توبة واستغفارا ودعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يسأل: أقول أنا مالكي فقط لأنني من المغرب، أتبع المذهب لأنني ترعرعت أسمع لشيوخي، وهنا أستمع لشيوخ من جميع المذاهب، فماذا أفعل لو الإجماع مخالف مع مذهبي أو مذهب آخر له دليل أقوى؟ هل أتبع الإجماع والدليل أو اتباع مذهبي يكون أأمن لي؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا جدا. وإحنا بنقول الأصل تنظر في نفسك يا أخي الكريم، هل أنا من أهل البحث والاستدلال ولا من أهل التقليد؟ يعني هل أنا أعرف كيف نفهم أو إيه دلالات الحلال من الحرام من المكروه من المستحب من الواجب حتى أستطيع أن أصل على حقيقة الحكم؟ فأنت إما أن تكون أحد الرجلين، إما أن يكون عندك ملكة للبحث والاستدلال فبنسميك طالب علم أو متبع مبتدئ، وإما أن تكون لك هذه الملكة وأنت مش مطالب أنك تكون كده، مش كل الناس مطالب يكونوا فقهاء، فبنسميك مقلد. فإذا كنت متبع مبتدئ وجب عليك حتى لو قلدت أن تسأل عن الدليل لتتبعه، وإن كنت من مقلدة العوام فلك أن تتبع مذهباً هذا أسلم لك. طيب، فأنا ترعرعت في المغرب وبتبع المذهب المالكي وباخد بيه وخلاص، ولكن في بعض الجزئيات هل لي إذا رأيت أن مذهباً آخر أقنعني أكثر في هذه الجزئية التي أسأل عنها أن أنا أخذ بيه؟ لا بأس بذلك طالما أن هناك دليلاً تتبعه. العبرة أو الضابط في الموضوع إنك لما تقف يوم القيامة بين يدي الله يقول لك: يا عبدي فلان لماذا فعلت كذا؟ فتقول له: يا رب أنا سألت العالم فلان فأخبرني أن العالم فلان قال، أن الصحابي الفلاني قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا تفعل. واخد بالك كده؟ فهذا هو الضابط في المسألة. فإذا وجدت لما تفعل مستند وهو قول أحد الأئمة المجتهدين كالأئمة الأربعة، وإذا وجدت القول ومعه دليل من كتاب أو سنة فذلك أأمن لك خلاص، ويبقى خلصنا من الموضوع. فإنت تتبع المذهب المالكي ذلك أأمن لك إذا كنت من مقلدة العوام، وهذا ما ترعرعت عليه. ولو سمعت مذهبا آخر معه دليل فهذا حسن ولا بأس، طالما أن هناك دليل الذي هو المستند الذي ستبرزه أمام الله عز وجل يوم القيامة. أنت بقى تنظر في حالة نفسك أيهما أفضل لي. إذا كان الجمع بين الفتاوى بيسبب لك تضارب وتشتت ذهن، لا اتبع مذهبا واسلكه. وإذا كان الأمر بيسبب لك حالة من حالات الثراء الفكري والمعرفي وبتنبسط وبتعرف تميز بين الراجح والمرجوح والصحيح والأصح فذلك خير، فأنت أبصر بحقيقة نفسك في هذا الأمر. والله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يسأل: هل يقع الطلاق بعبارة عليه الطلاق بالثلاث؟ وغالبا الحلف لا يتعلق بالزوجة، وأصبحت هذه العبارة أو أصبحت عبارة اعتادها بعض الناس، فما هي الكفارة للحلف؟ وإن كانت توجب الطلاق فهل يقع واحدا أو ثلاثا؟ طيب، إذا كان على هذا السؤال الذي ذكره السائل أن لفظة علي الطلاق صارت تستخدم في الأمور التي يعني يعقد عليها أو لا يعقد عليها بدون الالتفات لقضية الزواج أصلا، فده كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا عبر عن هذا المعنى فهو ليس بطلاق، كما أن كلمة علي الطلاق معناها يلزمني الطلاق، وهناك فرق بين أن يقول الرجل لامرأتي أو يقول أصلاً علي الطلاق أو يقول لامرأتي أنت طالق. فأنت طالق لا تحتمل وجهاً آخر غير الطلاق. أما علي الطلاق فترجمتها أو تفسيرها كده وتأويلها اللغوي يلزمني الطلاق. فإذا قالها لامرأته قاصداً بذلك الطلاق والفراق وقع الطلاق، وإن قالها على سبيل التهديد أو يقولها في كلامه العابر على سبيل الحلف فهي يمين وتلزمها كفارة يمين،
إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. والأصل إن الإنسان في كلمات لا ما خلهاش تخطر بباله، لأن ما لهاش حل في الشرع عندنا، يعني قد تورد به المهالك. في كلمات هو الأصل إن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا ولا يتكلم إلا في خير. ولكن هناك كلمات إذا تتعلق بأحكام، ومنها لفظة الطلاق. فأرجوكم يا أخوانا، مادة طلق أو طلق، الطاء واللام والقاف، لا تخطر ببالكم أصلا، يعني لا تستعملوها أبدا، ولا تخطر ببالكم حتى لا تخرج منكم بشكل عفوي في الكلام العفوي، لأن إذا خرجت هتخضع لأحكام، وإذا خضعت لحكم معين هتبقى أثرها صعب جدا لو لم تلتزم. فنخلي بالنا من هذه الأمور. فالأولى البعد عن التلفظ بالطلاق مطلقا، إلا أن يقصد لحقيقته، وهو المفارقة بالمعروف عند استحالة العشرة من غير وقوع الظلم على الطرفين. هذا هو، ولا تستعمل في غير ذلك. فانتبهوا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيك. طيب، سائل يسأل: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان، هل يبطل صومه أم لا؟ الاحتلام لا يبطل الصوم، بل عليه أن يغتسل، والاغتسال يكون واجبا إذا أذن للصلاة. يعني حتى لو اكتشف أنه محتلم في أول النهار وعايز يكمل نوم، لا بأس أن يتم نومه حتى إذا حان وقت الصلاة وجب عليه الغسل لاستحالة الصلاة. فهذا إذا كان احتلاما وقع منه مناما بغير إرادته، أما إذا كان استمناء بإرادته فبطل صومه، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم بعده. سائلة تسأل: هل يجوز الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه؟ أي هل الاستعانة بمخلوق تكون ضمن الاستعانة بالله؟ وهل هذا مخالف لحديث رسول الله: إذا استعنت فاستعن بالله؟ الاستعانة والاستغاثة يسمونها الصفات الواجبة لله عز وجل نوعان: صفات مشتركة وصفات مختصة. فالصفات المشتركة يعني المشترك نسبتها بين الخالق والمخلوق، وكذا الأسماء، يعني ربنا من أسمائه الكريم، وينفع نسمي حد كريم، ربنا من أسمائه العزيز الحكيم، وينفع نسمي حد عزيز وحكيم، وهكذا. فإذا كانت الصفة من الصفة المشتركة فهي تنسب إلى المخلوق باعتبار أنه مخلوق، وتنسب إلى الخالق باعتبار أنه خالق تبارك وتعالى. فإذا كان الاستعانة بالمخلوق بما يقدر عليه، يعني بتقول لواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعين أخاك فتحمل متاعه على دابته فلك بذلك صدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينفع أحدكم أخاه بما استطاع. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تصنع لأخرق أو تعينه على ذلك كان لك بها صدقة. فالعون والإعانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من الصفات المشتركة. فإذا قصدت الاستعانة بالمخلوق بما يقدر عليه في سياق وبقيد كونه مخلوقا، فده صورة من صور التكافل الاجتماعي التي أوصى بها الشرع. وإذا قصدت الاستعانة التي لا تصرف إلا بالخالق للخالق فصرفتها للمخلوق، فهذا هو الشرك. فمثلا الذي بيده الإحياء والإماتة هو الله، والذي بيده الشفاء والإمراض هو الله. فإذا قلت: فإذا مرضت فهو يشفين، الذي هو يميتني ويحيين، وإذا مر إلى آخر هذه الصفات. فإذا أتيت مخلوق وقلت: يا شيخ فلان اشفني، أو يا شيخ فلان رد علي غائبي، سواء كان حيا أو ميتا، كان ذلك شركا، لأنك سألت منه العون فيما لا يقدر عليه إلا الله. فانتبه، والله تعالى أعلم. سائل يسأل: ما حكم أملك بيتا في أمريكا واشتريت بيتا ثاني في المغرب، هل هناك زكاة على هذا البيت؟ القاعدة أن كل ما كان للاقتناء ليس فيه زكاة. إذا كان هذا البيت تسكن فيه هنا في أمريكا، وبيتك اللي في المغرب أيضا إذا نزلت لأهلك فتسكن فيه، ليس عليه زكاة، لأنه للاقتناء والسكنة فقط. إذا كان بغرض التجارة فإنه يحول إلى مال ويدخل في زكاة المال كما هو معلوم.
أما إذا كان للاقتناء والسكنة ولو 100 دار فلا زكاة فيها. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يسأل: أنا أصلي ولم أخرج الزكاة لمدة 10 سنوات جهلا. جهلا كيف؟ طيب أوكي. كمل كمل. جهلا ولا يمكن أن أعود بالحسابات 10 سنوات، هل أعود بالسنوات التي ممكن يعني أن أحسبها أم لا؟ يعني الزكاة من الأمور التي لا ينبغي لمسلم أن يجهلها، فهناك قدر من العلم الشرعي فرض على كل مسلم، وهو ما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وهذا ما لا يسع المسلم جهله، فكل واحد مننا بقى المعلوم من الدين بالضرورة العلم به فرض. يعني لازم حضرتك تبقى عارف أحكام الصلاة. إذا كنت فقيراً ليس عليك أحكام الزكاة، لكن إذا صار عندك مال مدخراً فاض عن الكفاية صرت بذلك غنياً ويجب عليك تعلم أحكام الزكاة. إذا كنت تصوم فأحكام الصيام عليك فريضة يجب أن تعرف بها. إذا علمت أن الخمر حرام والزنا حرام والسرقة حرام والسحر حرام وشرب الخمر، كل هذه المحرمات وجب عليك العلم بها، لأن ده بنسميه المعلوم من الدين بالضرورة. فقضية إنه لا علم له بالزكاة جهلا، هذا من الجهل الذي لا يعذر إلا لو كان أفتى أحد وقال له فتوى غلط، وبالتالي يعني حالة العذر في هذه مقبولة. ولكن أحذر من الجهل يا إخواننا بأمور الدين المعلومة بالضرورة، لأنها مما لا يسع المسلم جهلا. وإذا كان أخونا هذا قد ترك الزكاة لمدة 10 سنوات فعليه أن يتحرى ما استطاع، يعني حاول يجتهد، وإن لم يعرف كل سنة كان الجزء المدخر عن حد الكفاية بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا لا، ويطلع عليه 2.5%. طيب إذا لم يستطع بيقيس على أعلى سنة أو على آخر 3 سنوات، يشوف أعلى دخل له ويضربه في 10 سنوات. يعني مثلاً كان عنده بعد الحد الكفاية كان له المال المدخر مثلاً 5000 دولار، وفي سنة 7000 دولار، وفي سنة 3000 دولار مال مدخر، أو 4500 عشان يبقى كله دخل في النصاب. فنقول له تحسب على إن المال المدخر 7000 وتضربها في 10 سنوات وتطلع 2.5%. طيب أنا معيش أطلع المبلغ ده كله، هل لي ان انا اقسمه بس اكتب بيه وصيه ان انا علي دين يجب حق الفقراء انه يطلع، وهذا نوع من الوصيه، بحيث انه لو مات يؤخذ من التركه قبل التقسيم فلا يذهب به الى الورثه، والله تعالى اعلم. السلام عليكم. Do I pay zakat if I have student loans? Do I pay my student loan or pay zakat? يقول السائل: السلام عليكم. هل أدفع حق الزكاة إذا كان لدي دين للمدرسة أو أدفع دين المدرسة أولا قبل الزكاة؟ طيب، إحنا قلنا أن حكم الذي عليه دين إذا كان هذا الدين حالاً فوجب عليه أداء الدين، وما بقي بعد سداد الدين يبقى فيه الزكاة. وإذا كان الدين مؤجلاً بمعنى أنه بيتقسم أقساط أو لسه لم يأتي حينه في سنته اللي المفروض يطلع فيها الزكاة، فعليه أن يدفع الزكاة ولا يلتفت للدين، إلا إذا كان الدين بنسميه بقى مرن. يعني إيه؟ يعني الراجل اللي واخد لون التعليم ده هو صحيح قسمه على دفعات، كل شهر بيدفع مبلغ معين، لكن لو زود على هذا المبلغ فذلك خير. فإذا أخرج من ماله المدخر
وحطوا في المورجج أو حطوا في الزكاة وما بقي بعدما أو حطوا في قصدي سداد قرض التعليم وما بقي بعد ذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بقى فيه زكاة. واضح كده؟ فاللي عليه دين الطبيعي أن لا يتبقى معه مال مدخر لأنه هيطلع كل هذا المال لسداد الدين. فإذا أخرج كل هذا المال لسداد قرض التعليم خلاص ما بقاش معاه مال عليه زكاة. لكن لو قال مثلا أنا المبلغ المدخر معي 7,000 دولار وأنا هحط منهم 2,000 في قرض التعليم زيادة على القسط الشهري اللي أنا بسدده، ما زال 5,000 المدخرة بلغت النصاب وحال عليها الحول، فيبقى القدر ده في زكاة. يعني القدر الذي أخرجته صار ضمن المصاريف التي لا زكاة عليه، إلا لو أنت أخرجت 7,000 كلها وحطيتها تسد بها قرض التعليم، وبالتالي ليس هناك مال مدخر فليس هناك زكاة. الله أعلم. أخونا يوسف يسأل سؤال في الزكاة: أمتلك بيت وأكتريه، كم نسبة الزكاة علي وعندي بعض مصاريف الصيانة في البيت؟ المال الذي هو للكراء لا زكاة فيه أيضا، فهو للاقتناء، إلا لو أخذت حق الأجرة وادخرتها وبلغت النصاب في الحول وقد حال عليها الحول، وبالتالي يبقى الزكاة على المال المجموع من الدار التي تكرى وليس في الدار التي تستعمل للكراء نفسها زكاة، إلا إذا كانت الدار عقار يباع ويشترى، أنت بتعلن أنك عندك مجموعة عقارات بتشتري وتبيع فيها، فعندئذ يكون فيها زكاة. فهذا هو الفرق، الدار إذا كانت للكراء يبقى المال المجموع منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بنخرج الأول مصاريف الصيانة وننظر هل المال المجموع أو المصاريف اللي أنت صرفتها على أولادك وما تبقى من مال مدخر بعد المصاريف اليومية اللي بتصرفها على أهلك وبعد مصاريف الصيانة، ننظر في المال المدخر إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ففيه زكاة. أما قيمة الدار التي تستعمل للكراء ليس فيها زكاة، والله أعلم. أخونا ليت يسأل: سمعت آذان الفجر في التلفزيون بدون حي على الصلاة وحي على الفلاح والصلاة خير من النوم، فقط التشهد وبعدين صلوا في بيوتكم، هل هذا يجوز؟ نعم، هذا هو الثابت عند النوازل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا أصاب القوم برد أو مطر أو خوف ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. واختلف أهل العلم هل هي تقال بعد الأذان، فدي صيغة، ومنهم اللي بيقولوا بتستبدل بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح وتقال ألا صلوا في رحالكم، ومنهم من يقول إنها بتقال بعد حي على الصلاة حي على الفلاح وقبل الله أكبر الله أكبر الأخيرة صلوا في رحالكم. فكل هذه الصيغ واردة وعليها العمل، فكل ذلك يجوز لا بأس بذلك. يعني يا شيخ من غير حي على الصلاة حي على الفلاح والصلاة خير من النوم، يعني مختصرة يعني الله أكبر الله أكبر صلوا في بيوتكم. نعم، إحدى الصيغ. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: يقول هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ثم صلاها ونام إلى بعد العصر، هل صيامه صحيح؟ إذا كان يحتاج إلى النوم فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. إذا كان نايم كسل وزيادة عن الحد فيبقى ده في تفريط، فالنوم من المباحات زيه زي سائر الأمور. فإذا كان حاسس بإجهاد وتعب وجسمه يحتاج إلى النوم فلا بأس بالنوم، وإذا كان خاصة إذا كان بيسهر الليل ويعمر ليله بالطاعات ما بين قيام ما بين قراءة قرآن ما بين يعني الأمور المباحة فلا بأس بذلك، طالما إن أخونا هذا يأتي بالفرائض، فهو بيصلي الفجر ويصحى يصلي الظهر واحتاج جسمه النوم بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. لكن أظن اللي بيسأل إن يكون ده ديدنه، إنه بيستغل ضياع الأوقات في النوم وهو ليس بحاجة للنوم، فهذا ضيع أوقات عظيمة سيندم عليها أشد الندم، لأن ليس هناك أعظم من هذه الأوقات الفاضلة مغفرة للذنوب ومضاعفة للأجور والحسنات ورفعة للدرجات
وأسباب العتق من النار. فإذا كان ينام تكاسلا فقد ضيع على نفسه كنوز وليس كنزا واحدا. وإن كان ينام بلا تفريط لأنه فعلا حاسس بإجهاد وجسمه محتاج لذلك، فقد مع المحافظة على أداء الفرائض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. الله تعالى أعلم. ما هو السباحة في رمضان يعني في البحر أو لا بأس من السباحة بشرط ألا يدخل شيء إلى الجوف، فإذا دخل شيء من الماء إلى الحلق فقد أفطر وعليه قضاء اليوم. فأنت أدرى بنفسك، إذا كنت تستطيع أن تملك حاجتك وتحترز ولك تجربة في ذلك، أنت راجل سباح ماهر وتعرف إنك تسبح من غير ما يدخل الماء إلى فمك، فذلك خلاص لا بأس. وإن كنت لسه مبتدئ ووارد وبغلبة الظن إنك طالما لسه مبتدئ في ماء هيدخل لجوفك فلا تفعل. وطبعا اللي بيسبح الآن بيسبح في قاعات مغطاة، فخليها بعد الفطار أولى، فذلك أفضل يعني إن استطاع. ولكن إذا دخل ماء فقد أفطر وعليه قضاء يوم بعد رمضان. سائلة تسأل هل القيء يفسد الصوم؟ القيء عمدا يفسد الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فقد أفطر ومن ذرعه القيء فليتم صومه. فإذا هو أدخل أصبعه فتقيأ عمدا أفطر، وإذا كان القيء ليس بإرادته مريض عنده نزلة معوية أو ما شابه فليتم صومه ولا يبطل الصوم. سائل يسأل I bought a house with a conventional bank and now I feel guilty. What should I do? يقول اشتريت بيتا على بالبنك التقليدي والآن أحس بالندم، ماذا أفعل؟ لا تندم، لأنه ليس هناك فرق في عقود المرابحة بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي إلا الاسم فقط. فالبنك الإسلامي بيسميه يعني agreement of investment، والبنك التقليدي بيسميه loan agreement، لكن بنود العقد في الاثنين واحدة تماما. فالعقود في الشرع يحكم فيها بحقيقتها لا بمسماها، فإذا خالف اسم العقد حقيقة العقد نظرنا إلى حقيقة العقد. إذا كنت أنت اشتريت من البنوك التقليدية ووجدت سلعة في الوسط وهي البيت، فإن القاعدة إذا توسطت السلعة فلا ربا ولا إثم، فليس هناك حاجة للندم. بارك الله فيك. جزاكم الله شيخنا، جزاكم الله خيرا، وبارك الله لكم في علمكم وصحتكم وأولادكم. إن شاء الله نختم مع كلمة من حضراتكم إن شاء الله. طيب، إحنا في سؤال، احنا كنا عايزين نعمل كده سؤال تفاعلي نخلي الناس تتفاعل معنا. اخونا توفيق كان اشار علي بهذا الامر قبل اللقاء، ان احنا نحتاج الى ان نجعل الناس اكثر تفاعلا معنا. فانا هسال سؤال واشوف اجابه حضراتكم. طلاء الاظافر بطلاء الأظافر هل يؤثر في الوضوء ولا لا يؤثر؟ طلاء الأظافر بالمنكير هل هذا يؤثر في الوضوء ولا لا يؤثر؟ طيب، يمنع الوضوء. لا يصح الوضوء. نعم، لأن الماء لا يصل إلى الأظافر. كويس. يكون حائل. هو ليث بس اللي بيجاوب؟ خلاص يا ليث، احنا مصدقينك. طيب كده احنا 30 ثانية تقريبا، نص دقيقة.
طيب، هو طبعا معروف ان الجواب الشائع نعم يمنع الوضوء، لكن خلينا اديكم الضابط في المساله حتى تفهموا هذه القضيه جيدا، لان دي من الاسئله التي تكثر عندنا ايضا. طلاء الاظافر له جرم. يعني ايه له جرم؟ لما بتكحته كده بضفره بيطلع قشره معينه، وبالتالي بيحول جزء من فرض الوضوء، وبالتالي الوضوء بيبقى ناقص، ويبقى الصلاة لا تصح بهذا الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في صلاته قد بقي على قدمه موضع الدرهم لم يبتل بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ ثم صلي، أمره بإعادة الوضوء والصلاة، لأن كان في جزء بمقدار الدرهم لم يبتل بالماء فكان الوضوء ناقص. إذن السبب إذا وجد الحائل الحقيقي الذي يمنع من وصول الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الدهن، عارفين الدهن اللي هو إيه؟ كريم، كريم اللي بتحط في الوجه أو بتحط في الشعر، وأيضا كان الصحابيات يستعملن الحناء، والحناء لون كده لكنه لا يحول الماء عن الجلد، صحيح أثره بيبقى باين عن الجلد لكنه لا يمنع من وصول الماء. فضابط طلاء الأظافر، إذا كان طلاء الأظافر له جرم تقدر تشيله كده بضفرك يمنع وصول الماء، فيبقى ده المحرم الذي لا يؤثر في الوضوء، ولا تستعمله المرأة إلا في أيام الحيض. لكن هناك أنواع جديدة الآن ظهرت لا حائل لها فلا تمنع وصول الماء، بتديك ألوان من غير ما يكون هي حائل فتقاس على الحناء ولا تمنع من الوضوء. هذا هو، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الختم في الموضوع. طيب، فهمنا الإجابة على السؤال ولا فيها لبس عند بعض الناس؟ خيرا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ارفع عنا البلاء والوباء، واكفنا شر الأوبئة والأمراض، واحفظنا بحفظك من كل مكروه وسوء، فأنت خير حفظا وأنت أرحم الراحمين. واكفنا شر كل ذي شر، واكفنا شر كل دابة، أنت أخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. اللهم وأخرجنا من رمضان وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم وأخرجنا من رمضان وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا العتق من النار يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا، واكتب لنا خيرها وأجرها كله تاما غير منقوص بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.